اهلا بكم معكم غايد عيد، يرجع لكم فيديو جديد في افضل تمارين الدفع. تابع الفيديو للاخر. نبدأ مع بعضنا بالتمرين الأول واللي هو إنكلاين دامبل بريس. التمرين هذا عنده العديد من المميزات اللي تمكننا من التركيز بشكل كبير على عضلة الأبر شيست. زيد استعمال الدامبل في التمرين هذا يعطينا مجال حركي حر وواسع، وهذا يزيد من الضغط على الجزء العلوي من الصدر. بالنسبة لعدد المجموعات في التمرين هذا يكون 4 مجموعات، والتكرارات تكون بين 10 و15 تكرار. وتوا نتعدى مع بعضنا للتمرين الثاني واللي هو انكلاين دامبل فرونت ريس. اخترت نخدم التمرين هذا بشكل مائل لزيادة صعوبة التمرين. بالنسبة للنصايح في التمرين هذا، ناخذ البنش في زاوية 45 درجة، وعند الرفع مستوى الذراع تقريبا عند مستوى الوجه، والنزول يكون ببطء. كيف كيف نحاول نخدم التمرين هذا بوزن مناسب لتجنب خطر الإصابة. بالنسبة للمجموعات تكون 3 مجموعات، وعدد التكرارات تكون بين 8 و12 تكرار. وتوا نتعدي مع بعضنا للتمرين الثالث واللي هو كيبل شيست. التمرين هذا كما تلاحظوا يتكون من 3 حركات، وهذا يخليه يستهدف جميع عضلات الصدر ويبين تفاصيلها بشكل كبير. وبالنسبة للنصايح في التمرين هذا، لازم نحافظوا على وقفة مستقيمة، والرجوع يكون ببطء باش نحسوا بتمدد على مستوى الصدر. للمجموعات في التمرين هذا تكون 3 مجموعات، والتكرارات تكون بين 15 و20 تكرار. وتوا نتعدى مع بعضنا للتمرين الرابع واللي هو دامبل لاتيرال ريس. التمرين هذا يعتبر تمرين عزل دقيق جدا، حيث يقوم باستهداف الكتف الجانبي. لأداء التمرين بشكل سليم، لازم الظهر يكون ثابت والتركيز على الحركة السلبية من خلال إبطاء قدر المستطاع عند النزول والتركيز على عضلة الكتف. كما تلاحظوا التمرين هذا اخترت نخدمه دروب سيت لإنهاك العضل. كانك باش تخدم التمرين بنفس الطريقة، لازم الأوزان تكون متمكن منها لاستبعاد خطر الإصابة. توا نتعدى مع بعضنا للتمرين الخامس واللي هو باربل بنش بريس. يعتبر التمرين هذا من التمارين المركبة، يعني يشغل أكثر من مفصل ويشاركوا فيه مجموعة من العضلات الكبيرة. بالنسبة للمجموعات في التمرين هذا تكون 4 مجموعات، والتكرارات تكون بين 8 و12 تكرارة، والزيادة في الوزن تكون تدريجية. وبالنسبة للتمرين السادس والأخير باش يكون ترايسيبس بوش داون. والمجموعات في التمرين هذا تكون 3 مجموعات، والتكرارات تكون بين 10 و15 تكرار. كما لاحظتوا اليوم في البوش داي، نخدم مرة تمرين صدر ومرة تمرين اكتاف باش العضلة تاخذ وقت اكثر للراحة. وتو ما بقى كان نقول لكم، كان عجبكم برنامج اليوم تنساش تعمل سبسكرايب وتخلي لكم لايك للفيديو وتخلي لكم موتين موضوع الحلقة القادمة.